تسعى رؤية السلطنة في مبادرة العاصمة العربية الرقمية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية إلى خلق مستقبل رقمي صانع للفرص من خلال تعزيز ريادة المدن العربية في المجال الرقمي وإبراز التقدم التقني في الدول العربية. وقد أعلنت الجامعة العربية مسقط عاصمة عربية رقمية لعام 2022 في ختام أعمال الدورة 25 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وقد أسهمت عدد من العوامل في اختيار مسقط عاصمة عربية رقمية. مسقط عاصمة عربية رقمية 2022.